السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بالخير. أنا الدكتور سعد رشيد، استشاري مساءك الله تكرمكم. أتكلم معكم عن موضوع شيق وأخذ حيز من النقاش والجدل في الأخبار في الآونة الأخيرة، لو هو موضوع بدء التجارب أو المرحلة الأولى اللي هي فيز 1 في موضوع حبوب منع الحمل عند الرجال. طبعا الحبوب هذه حبوب غير هرمونية، تعتمد على منع تصنيع فيتامين A أو فيتامين ألف اللي من دوره يختص في موضوع تصنيع الحيوانات المنوية. طبعا الإشكالية الطبية في هذا الموضوع أنه فيتامين ألف يتعلق في وظائف كثيرة في الجسم، منها عمليات النظر، عمليات العضلات، وأيضا الصحة المناعية للجسم، ليس فقط في موضوع السائل المنوي. الإشكالية الأخرى طبعا بعيدا عن الإشكالية الطبية أنه موضوع له جوانب أخرى اجتماعية، خصوصا في مجتمعاتنا. فمن رأيي الشخصي في الغالب حتى لو أثبت الدواء أمانة، لا يمكن بشكل مباشر أن يتقبله معظم الرجال، خصوصا في مجتمعاتنا العربية، بما يشكل عليهم قد يجي في بالهم أنه قد يؤثر على موضوع الخصوبة والرجولة وإلى آخره. ودمتم بصحة وعافية.